ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. عدت عملت فيها جولة جميلة جدا. كنشكر مقدمي المهرجان اللي قاموا هذه المبادرة أنهم الله يعطيكم ستر شوف منين تبدا الأستاذات واحد نبقى جولة في مدينة سكناس وعرفتها أكثر لأن السيارات اللي كانت عندي كانت سيارات خفيفة، لكن في هذه المناسبة كانت السيارة ثقيلة وتعلمت بزاف على مدينة سكناس وحبيتها أكثر. فمرحبا بكم وشكرا لكم، شكرا لتتبعكم، شكرا لمجيئكم باش يعني تواصلوا معي أكثر ومن قريب، وأنا سعيدة جدا أنني نلقاكم أنني نتواصل معكم. وتفضلوا تنظيم قولي مسألة واحدة تنظيم شيء أنني رجعت للمغرب بشكل نهائي وجاية بواحد فرحة كبيرة جدا، مشاريع كبيرة جدا، المشاريع الفنية والمشاريع الاجتماعية اللي جاية حاملها على عاتقي، وكنتمنى أنني إن شاء الله نقوم بها ونكون عند حسن الظن ديالكم. فهادشي اللي كاين في المستجدات ديال سعيدة فكري، وتنفتح لكم الباب ديال الأسئلة ديالكم. ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.